انا الحقيقه شايفه يعني اخناتون. اخناتون ده جميل جدا الحقيقه. وهذا الكلام اللي هو بيناشد فيه ربنا سبحانه وتعالى يعني دايما ده اول اله للتوحيد. صحيح يعني بيؤكد فعلا انه يعني الفكره السائده احيانا وهي مغلوطه انه الفراعنه دول كانوا كفار وكانوا لا يعرفوا الله، او المسائل هنا يعني جميله جدا جدا مكتوبه بشكل هايل يعني هو الحقيقه دي حاجه انا برضو ما كنتش عارفها. ودائما حينما يتحدث معايا الدكتور خالد العناني بيقول لي كثير من الطقوس والعادات التي نمارسها في حياتنا الان زي السجوع زي حاجات كتيره قوي بترجع بالاساس لاشياء كانت بتمارس في العصور القديمه وخاصه الفرعونيه. فمنها قصه التوحيد ده. أيوة. كعقيده دينيه وجدت في عصرهم. فالتشابه والعادات الكثيره اللي احنا بنتبعها الان يرجع اصلها لعصرنا، عصر الفرعوني في ذلك الوقت.